وصل صوتك. جمعية الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح في الأصل ثم جمعية أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سعاد اصدقني القول، مشيت وقدمت بالاسم ذا ما عطاكمش الترخيص يا أخي، بدلتوا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدمناش، وكان قدمنا ناخذينا ما نصورش معناها باش يقولوا لنا لا، خاطر احنا مجتمع مدني كل شيء واضح. كان قدمنا باسم الجمعية التونسية اللي كنت أعلنت عليها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاولنا ناخذينا ما عندناش مشكل مع حتى واحد. شو خاطر واصلين ولا خاطر؟ لا لا خاطرنا واضحين. واضحين. علاش بدلتوا الاسم دونك؟ هذايا صار حوار على مستوى يعني كل من عجبته الفكره وخاصه اهل العلم والناس اللي نحن نسمعوهم، على خاطر يعني يعتبروا معناها من خيره ما جابت تونس انا سميتهم. وتحورنا وفي الاخر والله ثم فينا اللي قال لك لا ما بدلش الاسم. خونا حسين البلدي قال لي قال انا كان يتبدل الاسم من بعد المشايخ يعني كلموه قالوا له باش نبدلوا الاسم وقعد معنا ما تخرجش. اي علاش تبدلوا الاسم؟ تبدل الاسم لقينا اللي من الصالح للكل لينا وللي يسمع فينا يعني باش نبدلوا الاسم، والاهداف هي هي والافكار هي هي نفس الاهداف. وعندنا ديما نقول لك نحن نشوف نحن الخلفيه شرعيه دينيه اسلاميه محمديه. عندنا يعني جبنا للمثال من الشرع يعني رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تنازل عن كلمة رسول الله سبحان الله في وضعه، وكانت فتح إلى على التنازل هذا في الاسم سيأتي بعده فتح كبير إن شاء الله. يلا فتح نعم. أي مشيت بيا وما جاوبتنيش، يعني هربت وما جاوبتنيش. بدلتوه علاش؟ هل على أنه في علاقة مباشرة مع هيئات النهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وفي الخليج الكل؟ نص الجملة باهية، يعني في علاقة مش مباشرة، أما في علاقة في ذهن الناس اللي هذه بشربتها. سبحان الله، إذا كان في ذهن الناس به ما يسالش، هات نبدل الاسم. وباش تعملوا نفس تقريبا عندكم نفس التوجه مع الهيئه السعوديه لا يا سيدي، احنا قلنا رانا احنا مجتمع مدني. انا ممكن نجيك لهنا للمؤسسه هذه، نجي لمديرك مجتمع مدني، عندي فكره، عندي مقترح، عندي راي، من حقي نقول. من حقك؟ ايه نقول. كان تقولوا بالدجاج ولا تقولوا بال كان باش نجي انا فرد، انا كي حتى الكتبنات الحكايه وخرجت وكذا مشيت فرد، مشيت امثل نفسي تو الحمد لله ومثل الجمعيه. اي نعم مشيت ومثل نفسي. عندك كان فما بيت برا بالبوق وكرهبه ودنيا وقتها وماكش وحدك معناها يعني. باهي انت لهنا شاهد عيان ولا قالوا لك؟ لا تفرجت في فيديوهات. انا والفيديوهات الفيديوهات اللي هبطوا وانت تحكي مع سيده اقبال الغربي ومن الله يبارك فيديوهات ساعة كل فيديو عنده كيما نقولوا نحن تاريخ يعني زمان ومكان. ماك ولا اللي قلت الكرهبه وكذا، احنا عندنا نهار الاثنين صحيح فما كرهبه. مش نحكي على الجمعه اللي فاتت. لا 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 مش الجمعة هذه، نحكي الجمعة هي جمعة كاملة والحمد لله معناها وصلتوا فيها النتيجة لكم حطيتوا اللي تحبوا عليه. ذلك فضل الله، علاش؟ خاطر ثم واجهة في الكلام، ثم واجهة في الكلام وكاوة. يعني أي إنسان باش يناقشك يقول لك عندك الحق، ما خليك هكا، لا قلنا له عندك الحق يمشي الكلام هذا. يعني العملية بالفرض. باش لا لا وليست بالنقاش والحوار والإقناع. قلنا نحن همش نجاوبك أنا وسي بنتيشة، قلنا نحن منطق القوة لا، أما قوة المنطق نعم سيدي. هذا هو قوة المنطق، ما تفرضش. لا أفرض، إذا كان في الحجاج غلبتك الأصل فيك تقولي لي هذاك هو كلام. كما قالت السيدة وكم سجل هي، أنا أش قلنا نحن علاش مشيت أنا المدام قبل الغربي؟ أنا قلت مرأة عندها علم يعتبر معناها إلى حد ما احنا في الخلفية الدينية الشرعية كل إنسان عنده عقل راجح يقبل الحق. مشينا بمنطلق هذا وبارك الله فيها، يعني سمعتني كنت نجم هي تغلبني في الحجاج ونقول لها سامحني انا غلطت وما عادش نرجع لك. يا اخي والحمد لله طلع الكلام والطريقه في الحجاج. السيد اقبال الغربي عملت محاميه وكله فما معناها. لا مش صحيح كلامكم انت هنا، تشوف حاجتين، يا انت قالوا لك يولي الكلام هذا، يا انت انسان مثلا تاخذ من عندي انا معناها الى حد لا. مش انت المصدر نتاعي سامحني. لا شوف مصدرك هذا، شوف انا ما عندكش مصدري سامحني. لا سبحان الله انا هني موجود ومستعد نواجه كل واحد حتى في القضاء. انت جبت القضاء خلينا حتى في القضاء يعني قالوا عادل المساء. شوف جماعه وخيانا نتاع النقابه وكذا كذا يقول في كلام لا اساس له، راهو شيء يعني يشبه بالنسبه لك للكوميك. لا لا بالنسبه لك على الحق والموضوعيه. اي بالنسبه لك. لا نحكي على الحق مش انا. اعطيني انا فين؟ ممكن تقول لي انت تو في القمرة ولا في تونس؟ لا احنا تو فوق الارض هكا نتفقوا ومن بعد تقول لي تحب. اعتراضكم كان على خاطرها امراه موجوده على اسمها؟ ابدا احنا اقترحنا امراه، اقترحنا امراه الدكتوره سماح.
لأنها غير محاجبة، لأنها متمكنة، ولأنها من أهل الاختصاص. لا لا سيد أقبال الغربي معني علاش اعتذاركم عليها؟ ليست مختصة، ليست مختصة. أنا ما حبيتش نقولها، ما يمكن تو نقولها. احنا عندنا أبجديات علوم القرآن، كي نبداو باش نقراو علم التجويد وعلم الترتيل مخارج الحروف، ما حبيتش نقولها، ما يمكن نقولها توا. يعني نتصور معناها مدام ما تعرفش مخارج الحروف، ما تتصورها على خاطر عملت لها امتحان و ناقشتها. يعطيك الصحة، ناقشتها. نرجع، وانا كنت نتمنى هي تبدا موجوده لهنا ونقول لك لا. لا معني جوست حبيت ناخذ موقفكم معناها كجمعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي نعم. وهذا القران تعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت لك انا وكي شدينا فيها صحيح بقى احنا والحمد لله. يعني يلزم نسمع كلام اللي اعلم مني واكبر مني. قال يا سيدي نبدلوا، قلت له حاضر. نحب نسالك سي عادل، سي عادل العلمي، على كيفاش باش تخدموا معناها باش تمشيوا كيما صاير في السعوديه وفي دول الخليج والكل، معناها انكم تمشيوا وتشدوا ما تلقاو واحد ما يمشيش مع افكاركم، كيفاش تطبقوا عليه معناها القانون نتاعكم؟ باقي انت عندك حاجه في مخيلتك قاعد تفرش في فيلم وحدك. انا نقول لك حاجه اخرى، مثلا الوزير الاسبق الوزير الباجي سي الباجي قال كلام، قلنا له كلام اخر احنا به، مشينا للاعلام وممكن نتناقشوا معه. ايش اللي عملناه؟ عملنا حوار على يمكن يعتبر على اعلى مستوى. انا سالتك سؤال عايزك تشوف هنا معك، وانا اروح في الاخر. اما انت تحكي عندك تصور كامل واطار واضح، عندك تحب تقوله ومن بعد تحب تقارن. انا قلت هذه فكره تونسيه بحته والله.